تسعى الدولة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية في ظل الأزمات العالمية المتشابكة وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد. وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة عددا من التدابير والإجراءات التي أسهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، حيث تم إنفاق 490 مليار جنيه في برامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2022-2023.